أفخم كعك بعجوة التمر. كل عام وانتم بألف خير. دقيق نصف كيلو، سميد ناعم نصف كيلو، وسمسم نصف كوب، معلقة كبيرة دقة الكعك، ومعلقة كبيرة ينسون ناعم، معلقة كبيرة من الفانيلا، ماج صغير من الزيت، نوضعه على الحرارة على الطباخ وهيك نفحصه بقطعة خبز وهيك تمام، ونوضعه بالتدريج. هو في سر الهشة، هذا بيعمل هشة كتير قوية، بنقلب المكونات الكعك، هذا السر من أسرار الكعك. نوضع الزبدة على نفس الوعاء الساخن وبنذوبها وبنوضعها الزبدة 50 جرام، وبنقلب مكونات جيد وهيك تقريبا صارت مقبولة انه احنا نمسكها بايدنا، وهيك بنفركها مثل ما انتم شايفين من لسه بس بالايد، هيك مثل الرمل بتكون، مثل التراب بتكون، شايفين كيف؟ نتركها ترتاح 24 ساعة لليوم الثاني، 24 ساعة نتركها ترتاح. بعد 24 ساعة بنوضع خميرة فورية معلقة كبيرة واثنين ماج صغار من الماء، 450 جرام من الماء، انا دائما بحب استخدم الميزان، وهيك نقلبهم مع بعض ونعجنهم جيد، نعجنهم مثل هيك لازم تكون، يعني العجينة تقريبا 5 دقائق بنقعد مثل هيك بتكون العجنة. نوضع على عجوة التمر 30 جرام من الزيت، يعني معلقتين زيت ومعلقة قرفة، معلقة كبيرة قرفة، وبنعجن عجوة التمر، تعمل نكهة القرفة مع الزيت وبتعملها ليون. حمل الفرن مسبقا 200 درجة مئوية من الأعلى والأسفل، نوضعها بالرف الأوسط، المدة حسب نوع الفرن لازم احنا نراقبها. شايفين كيف الموضوع كتير بسيط كتير سهل، يفضل على ورق زبدة نخبزها. كل عام وانتم بألف خير. في عند أكثر من 600 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. عندي كتير وصفات للكيتو دايت، وعندي كتير وصفات لمريض السكر. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.